السيسي يستقبل حفتر ويؤكد الدعم المصري لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. ميليشيات الحوثي تعاود قصف مطاحن الحديدة في خرق لوقف إطلاق النار في المدينة. وزير الخارجية الأمريكي يهدد بالرد بسرعة وحسم على أي اعتداء إيراني أو على حلفائه على المصالح الأمريكية. الواحدة من بعد منتصف ليل القاهرة، هذا موجز الأهم الأنباء من إكسترا نيوز. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وخلال استقباله القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بقصر الاتحادية، أشار الرئيس إلى دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية ودورها في القضاء على الإرهاب وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الأمنة وبناء المستقبل الأفضل. أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن حفتر أطلع الرئيس السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مشيدا بالدور المصري في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات. قصفت ميليشيات الحوثي مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غربي البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة تشغيلها بمساعدة فريق دولي. وقال صغير بن عزيز رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة إن ما قامت به ميليشيات الحوثي من استهداف جديد لمطاحن البحر الأحمر يمثل عدوانا وخرقا واضحا للهدنة، وذلك بهدف حرمان أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية. انتقدت 49 نقابة للمحامين في عدد من الولايات التركية إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، معلنة رفضها للقرار الذي لا يستند لأي أساس قانوني. ووفق وسائل أعلام تركية، فقد أكد بيان لنقابة المحامين التركية أن المزاعم التي اعتمد عليها قرار لجنة الانتخابات حول رؤساء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع ليس لها أساس من الصحة، وأن الحجة التي طرحتها اللجنة العليا لا تبرر إلغاء الانتخابات. أضاف البيان أن القرار يعد وصمة في التاريخ القانوني والديمقراطي في تركيا. هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران برد سريع وحاسم إذا قامت هي أو حلفاؤها بأي اعتداء على المصالح الأمريكية. قال بومبيو إن بلاده رصدت اتخاذ إيران خطوات وإجراءات تصعيدية في الأسابيع الأخيرة تنطوي على تهديدات للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده ستعيد تقييم موقفها إزاء هذه التهديدات. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعين باتريك شانهان في منصب وزير الدفاع. كان شانهان يشغل منصب القائم بأعمال الوزير منذ يناير الماضي في أعقاب استقالة سلفه جيمس ماتس أواخر العام الماضي، اعتراضا على قرار الإدارة الأمريكية بسحب قواتها الموجودة في سوريا. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر بتنفيذ مناورة على شن ضربة بعيدة المدى. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان جيش كوريا الجنوبية قيام بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في وقت قال فيه البنتاغون أن مدى هذه الصواريخ تخطى 300 كيلومتر. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.